نحن الآن في فصل الشتاء، اليوم 27 ديسمبر من عام 2017. بعد كم يوم إن شاء الله عيد رأس السنة. نهنيكم من فوق جبال أراكات ونتمنى لكم عام سعيد. المشهد اللي نشوفه الآن أبيض، الأرض أبيض. بالربيع هذه المنطقة تكون بدل الأبيض يحل اللون الأخضر ومغطى بعشرات الألوان من الورود، وهذه الأشجار تكون خضرة ودرجة الخضار متفاوت. في فصل الصيف الورود تبدأ تختفي، يبقى الخضار وخضار الأشجار. في فصل الخريف الطبيعة تتغير ألوانها، هذه الأشجار نشوفها عشرات، اجلها عشرات الألوان قليلة والله، والله مئات الألوان يا شباب يا متابعينا، ألوان كثيرة، الأحمر وتدرجات الأحمر، والبرتقالي وتدرجات البرتقالي، والقهوائي والأخضر وتدرجات، عشرات الألوان ممتزة مع بعض. يعني تشاهد في هذه المنطقة أو بأرمينيا عموما الفصول الأربعة، تحس بالفصول الأربعة، الربيع والصيف والخريف والشتاء. اللي ما زار أرمينيا خلي يشد حيله ويرزم حقيبته، وبالفصل اللي يرغب بالصيف أو الربيع أو الشتاء أو الخريف يقدر يتصل بينا عبر رقمنا المنشور مع تقريرنا، وإحنا مستعدين أن نهيئ لهم باكيج كامل، إن كان شخص إن كان شخصين إن كان 10 أشخاص وإن كانوا 20 شخص وإن كان 40 شخص، مهما كانوا يتصلون بنا مسبقا، نحن نتخذ الإجراءات والتدابير من نقل، من إرشاد سياحي باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية إن اقتضت، ونهيئ لهم السكن المناسب. ممكن كما نعمل مع أخواننا العرب الكثير منهم يطلبون خدمة البي آي بي، أي كل عائلة على انفراد، كل عائلة نطلع لهم سيارة خاصة، سيارة مريحة. شوف هذه السيارات مثلا، سيارات حلوة نظيفة، وإذا رادوا سيارات أفخر ممكن سيارات الأفخر، لكن كل شيء بحسابه يكون طبعا. نطلع لهم سيارة وسائق متمرس، لأن هذه الثلوج ما كل واحد يقدر يسوق عليها، ومرشد سياحي عربي أهم من كل شيء. فتوكلوا بالله، اتصلوا بنا، نحن أرارات للسياحة بانتظار اتصالاتكم. كل عام وأنتم بألف خير.